السلام عليكم. بمناسبة حلول شهر رمضان تم افتتاح أكبر حديقة عائلية لمدينة غليزان، واللي هذه الحديقة تعود إلى العهد الاستعماري. هي أكبر حديقة، ويعني حقيقة تعتبر متنفس كبير. أنا لا أفهم لماذا يعني منشأة من هذا النوع يتم غلقها لسنوات يعني في وجه المواطنين. والله شيء كاين ناس مجرمين، والله إجرام هذا. أنت تغلق متنفس يعني رئة يتنفس منها المواطنون، تغلقها لعدة سنوات يعني العناية بها بثمن الكلمة، والله تصبح جنة، جزء من الجنة على الأرض. لكن للأسف لا حياة لمن تنادي. المهم أنها فتحت، وإن شاء الله يتم تطويرها والعناية بها ويخلوها مفتوحة ما يغلقوهاش. السلام عليكم.